المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما لام شمال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناجحين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة إلهام شانيل. أكيد فوصفة اليوم إن شاء الله هذه تكون وصفة مختصة بتخسيس الوزن، التخلص من الوزن الزائد، التخلص من الشحوم. ان شاء الله غادي نتخلصوا من كل هذه المشاكل هذه بواسطة هذه الغوصات هذه ولا هذه الوصفة هذه اللي غادي ان شاء الله نستعملوها يعني كعلاج موضعي، يعني وصفة للدهن. اي منطقة فيها وزن زائد ما غاديش ناكلوها وما غاديش نشربوها. ان شاء الله في الوصفات القادمة نقدم لكم يعني هكذا مشروب لتخسيس الوزن بالنسبة للسيدات اللي تيبغيو يعني المشروبات، او لا السيدات اللي كيبغيو هكذا وصفات يعني للاكل، وبالنسبة للسيدات اللي تيبغيو يعني وصفات للدهن فهذه وصفة لكم. نتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بنسب واحد بيك لايك لهذا الفيديو باش هكذا تزيدوا تشجعوني على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمرارية في القناة. ونرحب بالبنات، نرحب بالسيدات، يعني مرحبا بكم في القناة اللي أول مرة بالنسبة للسيدات اللي أول مرة يعني غيكتشفوا هاد القناة وغيكتشفوا هاد الفيديو، فمرحبا بكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة بالضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو وتضغطوا على زر الجرس، وأيضا يعني تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. جميع الروابط غادي نخليها لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في لاباغ دانفو ولا في صندوق الوصف. وما تنسوناش بواحد لايك كبيره باش تزيدوا تشجعوني كما سبق لي وذكرت. فبالنسبه لهذه الوصفه هذه البنات رائعه جدا، كل من جربتها ان شاء الله غادي يدعي لي. وصفه مفيده يعني رائعه للتخلص من الوزن الزائد مهما كانت الحده ديالو، يعني سواء وزن كثير ولا وزن قليل. فباش ما نطولش عليكم اكثر من هذا في المقدمه ديال هذا الفيديو، نمشيو باش نتعرفوا مع بعضنا البعض يعني المكونات ديال هذه الغوصات، طريقه التحضير، طريقه الاستعمال. اول مكون البنات غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه هو البصل. فانا هنا خديت نصف بصله واحده فقط لانه البصله يعني عندي كبيره فخديت منها غير النص. نتوما ممكن تاخذوا يعني بصله سواء صغيره ولا كبيره، لكم حريه الاختيار. فانا خديت نصف من البصل بشرته ولا حكيته، اسمح لي بهذا الشكل يعني مبشور البصل. غادي نعصروه اكيد. وغادي نحتاجو بالنسبه لتاني مكون غادي نحتاجو ليه هو زنجبيل ولا سكينجبير. انا البنات عندي هكذا بودره ما متوفرش عندي الطازج يعني اللي كيتباع للغرام، فهذاك رائع صراحه يفضل استخدامه، يعني النتيجه كيعطيها يعني سريعه اكثر من هذه البودره. ولكن الا ما متوفرش عندكم يعني سكينجبير الطازج وبغيتو تستخدموا هذه الوصفه فماشي مشكل، ما عليكم الا تاخذوا هاد يعني البودره، حتى هو مفيد، غير هو الطازج يعني كيبقى احسن منه بكثير وكثير. بالنسبه لثالث مكون معنا في هاد لاغوسيت اللي هو الخل ديال التفاح، اي ماركة عندكم ولا اي نوعيه عندكم فاستخدموها. وغادي نحتاجو ايضا لمعجون الاسنان، اي معجون عندكم ممكن يعني تاخذوا هذه النوعيه هذه، كيف ممكن تاخذوا اي نوعيه متوفر عندكم في البيت ولا في المنزل. وغادي نحتاجو البلاستيك الغذائي ضروري ومؤكد، او السلوفان ولا النايلون ايضا. وغادي نحتاجو لواحد يعني لي باموس اللي كتجي بهذا الشكل هذا باش تسهل عليا العمليه ديال عصر البصل. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ونحتاجو اكيد اناء فارغ باش نخلطو فيه جميع المكونات. فانا غادي ناخذ هاد نصف مبشور البصل وغادي نوضعو في يعني تقشيره اللي كتكون كما قلت لكم يعني كتخرج لينا الماء ديال البصل، ونعصرو هاد البصل هذا فبسم الله. بالنسبه لهاد لي باموس اللي كتكون بهاد الشكل فالصراحه كتسهل العمليه ديال عصر البصل. كيف ما ممكن تعصروا يعني غير باليدين ديالكم ما كاين حتى شي مشكل، يعني الطريقه اللي كتجيكم نتوما مناسبه لكم كتسهل عليكم العمليه ديال عصر البصل، فهي اللي تستخدموا ماشي بشرط تستخدموا الطريقه اللي كنستخدم انا. فهمتوما يعني فاش كن وكنبدا نعصر البصل ديالي فاش كنوضع الكل، فيعني كتسهل عليا الخدمه وكتسهل عليا العمليه. فبالنسبه يعني النصف بصله عطاتني فقط يعني ملعقه من عصير البصل، يعني ما عطاتنيش كميه كثيره بزاف. نتوما البنات الا بغيتو كميه كثيره فحاولوا تستخدموا اولا تستعملوا يعني
بصلة واحدة بالكامل تبشروها وتعصروها باش تعطيكم كمية كثيرة ديال عصير البصل. فندوزو الآن السكينجبير بودرة، فإني غنحتاج منه واحد الملعقتين تقريبا. غادي ناخدو خل التفاح، ملعقتين ديال خل التفاح، غادي ناخدو معجون ديال الأسنان، غادي ناخدو الكمية البنات اللي غادي يعني تناسبنا من معجون الأسنان، يعني سواء يعني ملعقة أو ملعقتين أو أكثر على حسب نتوما والكمية اللي بغيتو. فنكتفي انا بهاد الكميه حتى نشوف يعني عيني ميزاني، الا احتاجيت اكثر فغادي نضيف. بالنسبه لهاد الوصفه البنات راه رائعه جدا لتخسيس الوزن. غادي نضيف كميه من الزنجبيل، فالوصفه البنات بعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل انا غنحاول نقرب لكم. هانتوما يعني وصفه ما كتكونش عقده ما كتكونش سائله بزاف يعني بهذا القوام هذا تقريبا. فبعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل هذا كنطبقوها على اي منطقه البنات فيها وزن زائد، يعني منطقه الباط، منطقه الارداف، اي منطقه فيها وزن زائد. فكنعملوا هذه الوصفه هذه على الكرش مثلا او البطن، وحنا كندهنوا يعني كنعملوا مساج خفيف ظريف بهذه الوصفه هذه وحنا كندهنوها، من بعد كنلويو السلوفان ولا البلاستيك الغذائي، ضروري البنات البلاستيك الغذائي. فبعد ما كنلويو مثلا منطقه البطن لانه هي اللي كيكونوا فيها متراكمين يعني الدهون بزاف، فبعد ما كنعملوا البلاستيك الغذائي بزاف السيدات غيقولوا لي شحال من لفه نلفوه على منطقه البطن، فغادي ننصحكم بخمس لفات الى ما فوق بالبلاستيك الغذائي ولا بالسلوفان. ومن بعد الى عندكم البنات سمطه ديال الكرش رائعه جدا كتزيد يعني تعطي نتيجه اكثر واكثر، يعني النتيجه كتكون ملحوظه اكبر واكثر في نفس الوقت. فالى عندكم سمطه ديال الكرش فكنصحكم يعني تعملوها فوق من السلوفان وتخليو الوصفه يعني المده اللي بغيتو صراحه. بالنسبه للسيدات اللي كيقولوا لي واش ممكن نخليوها ساعه اكثر من ساعه، الوقت اللي غادي يناسبكم يعني ممكن تخليوها حتى ديال 6 ديال السوايع ما كاين حتى شي مشكل. يعني مثلا تعملوا هذه الوصفه هذه تقضيو الاغراض المنزليه ديالكم، يعني للسيدات اللي تيبغيو يعملوا يعني الشقه ديال البيت ديالهم، فبالعكس يعني الوصفه غتعطينا نتيجه اكثر الى يعني عملنا لا مارش يعني مشينا وجينا مثلا، عكس الى مثلا كنا غير ناعسين ولا متكين. فمن الافضل انكم تعملوا هذه الوصفه وتعملوا المسائل المنزليه ديالكم يعني من الشقه، من يعني حنا تنعرفوا اكيد البيت شنو كيخصو، فغادي نمشيو ونجيو بهكذا يعني غنكونوا عملنا واحد الحركات يعني حتى كنتهيو من الشقه ديال البيت. ومن بعد يعني نحيدوا هذه الوصفه ونغسلوا منطقه البطن، غتكتشفوا البنات النتيجه ملحوظه منذ 3 ديال الايام. كما قلت لكم الوصفه كتعطي النتيجه 3 ديال الايام على التوالي ولا 3 ديال الايام متتابعه، يعني يوم ورا يوم ورا يوم تستخدموا هذه الوصفه هذه ساعه ساعتين علاش ما قديتو، المهم هو تستخدموها وتحركوا شويه يعني ولو غير شويه، ما تبقاوش غير
مسكين ولا ناعسين، ودائما نحاولوا نبعدوا على السكريات والدهنيات قدر المستطاع، وحتى الخبز حتى هو نحاولوا نبعدوا عليه ماشي كليا، وانما يعني نحاولوا باش هكذا يعني ما نزيدوش يعني في الوزن الزائد. وبالنسبه للوجبه ديال العشاء نحاولوا دائما ناكلوا الزبادي والتفاح، راهم رائعين لبنات الريجيم. بالنسبه للسيدات اللي تيبغيو ريجيم خفيف ظريف، فنحاول ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نعطيكم يعني وصفات للريجيم. وفي الوجبه ديال العشاء كما قلت لكم نحاولوا دائما تكون خفيفه ظريفه، ما يكونوش فيها المقليات، ما يكونوش فيها الدهنيات، ما نحاولوش نكثروا في السكريات بزاف. واحد اليوغورت يفضل ويستحسن يعني يكون بدون نكهه وبدون سكر، يعني يكون مسوس ومع واحد التفاحه. يعني هذه الوجبه هذه في العشاء رائعه جدا الا داومتوا على هذه الوجبه. يعني تقريبا واحد الاسبوع ولا اسبوعين كنا متاكدين انكم غتنقصوا كيلوات وكيلوات هما. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم البنات، نتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بواحد بيك لايك لهذا الفيديو، تشاركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف ولا في الديسكريبشن بوكس ولا في لاباغ دافو. وبدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو وجميع الفيديوهات الموجوده في القناه، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.